انا من ديك الهروب اللي هربت من الطبيب تباطل ما كيعملوا شي الناس قص داري نصبر العاده في داري ونمشي شي عندهم خمسة شهور بين الليل والنهار ما عرفتش الناس كيف يتعامل ما عملوا لي حتى حاجه يعني بقيت معاهم 3 ايام داولي مليون ونص ما عملوا لي حتى حاجه كيما هذا مليون و500 في 3 ايام زاروها ثلاثة الأطباء ما دوزوش معاها حتى 5 دقائق بحال تقول لك مشيت تصدقت عليهم وجيت بحال هنايا أنا خصني الصحة ديالي هي الكنز الدنيا ما خصني حتى شي حاجة أنا كنطلب المحسنين يعاونوني باش نتعالج ونوض على رجلي السلام عليكم قلت لك أول مرة غادي يبداني هذا المرض هذا أنا كنت صحيحة ولكن واحد النهار كنت كنتوضى الظهر وأنا خارجة حسب التواليت ورجل هذا بقى لي داخل وواحد خرج هذاك اللي خرج زلق وخرج هذا اللي بقى داخل بد التواليت عندها الومنيون ديك الومنيون عندها واحد الحديده كنت مغشيه بلاستيك بديك قومه ديك القومه نطيرها لها ديك الحاشيه بحال كلشيه هودت لي باللحمه هبطت لي كلشي يعني بالعصبه وكلشي العام هذا كمل 5 سنين دابا ديك الساعات شبرتي انا ملي شفت رجلي هيداك ما قدرت حتى شي واحد قلت له واحد ما يقرر عندي لان انا اصلا عندي فهمتي عندي الضعف ديالي هو الطبيب ما كنحميش الطبيب من ولادي من ولاد ولادي ما كنحميش الطبيب انا عملت ديك الساعات ما مشيتش للطبيب بقيت في الدار كنعمل هذيك الشيء فيما كانت شي حاجه كنعملها عشوائيه ايوا وكنمشي للفرماسي كنشري الدواء بلا ورقه الطبيب لا تكويزه هادشي كامل اللي عملته ماشي من شي حاجه قلته فلوس يعني ما كايناش باش تمشي للطبيب كون كنت مشيت للطبيب يعني الطوطه ديالها 50 نفر كانوا يعالجوا لك رجلك في كلينيكا يخيطوا لك تجي لدارك تبقى شهر شهرين 3 شهور تسير باريا انا من ديك الهروب اللي هربت من الطبيب تباطل ما كيعملوش الناس قص داري ما مشيتش حيت ما عنديش باش نمشي للطبيب ايوا بقى رجلي بقيت 5 شهور بقى رجلي 5 شهور بين الليل والنهار ما عرفتش الناس كيف يتعامل وانا كنعاني بالحرق 5 شهور ما بغيتش نمشي للطب الدوله حيت انا مشيت للطب الدوله في الوداد ولادي ديك المعامله اللي عملوني قلت له نصبر العاده في داري ونمشيش عندهم بقيت في الدار الرجل ديالي عمل الناس ما حتى واحد ما بقى كيقدر يجلس قدامي كلشي كيهرب مني اللي كيجلس قدامي كيهرب مني الناس ما بيجي واحد ما صحيبي جات عندنا دخلت عندي كانت كتصلي دخلت عندي جبدني كنبدل هذيك كننظف رجلي وديك الشيء بيدي ديك الساعه دخلت عندي هي عمرها ما شافت لي شي كتسمعني انا ضربت رجلي ولكن عمرها ما شافت لي شي مي شافت لي شي بقات مستعجله بقات اش كتعمل قلت لها كنعمل شي عشاء وديك الشيء قالت لي اش كتعمل هادشي هذا راه ما صالح لكش قالت لي شنو عواله قالت لي قطعوا لك رجليك هادشي خصك تمشي للطبيب ومشيتي للطبيب قلت لها لا قد يتشدي كتعمل كامل مصالح لك شي هي السبب ديالي مشيت للطبيب جمعوا لي هي وخوتي وداوني للطبيب الراجل ما عنده شي وما كيصرفش عليا على الدواء ولا حتى شي حاجه حيت ما عنده شي ني وداوني تعاونوا عليا داوني للطبيب خرج لي الدواء قال لي 8 ايام ورجع مي جات عنده قال لي خصك تعاود ديك الدواء وانا ما عنديش باش نشري ما جا في التاكسي كنبكي شكون يحن فيا واحد من التاكسي قال اش كتبكي على لا قلت له انا كنبكي قلت له حيت ما عنديش باش نشري الدواء والطبيب قال لي خصك تعاود هذا الدواء وانا ما عنديش قال لي علاش ما باقيش المحسنين ما باقيش الجمعيات قلت له ما كنعرف حتى واحد قلت له انا حدي حضاري ما كنعرف حتى واحد ديك ما صحي مش كتعرف شي جمعيات مشات عندهم ما دوزت معاهم ديك العشيه جاو من عندي شافوا لي رجلي والله العظيم من السيده خرجت كتبكي مي شافت لي رجلي حق راسي كيفاش كان هي 5 سنين وهو باقي يشك باش عامل ايوا ديك السيده كيما مشات نشراتها دخل عليا واحد السيد اللي حد الان ما كنعرفش السميه ديالو دخل عليا قال له ما السيده هذه انا غادي نخسر عليها حتى تعالج بقى معايا مسكين زعما الله يجازيه بخير خسر عليا منايا صحاحين يعني الادويه والدواء وديك الشيء اللي كانوا كيشريو لي ديك المعقمات والدواء ديال الشرو كانوا كيجيبوا لي سقف في الماكله باش كيقول لك يقول لهم شريو لا حتى الماكله
كاين الحاله ضعيفه وداك الشيء كيقول لهم شريو لها الماكله باش اللحم تطلع على فرجنا. والله العظيم الا كانوا كيجيبوا لي حتى الماكله. المهم قال لي خصهم يدوني يعملوا يجوزونا عند الاطباء. داوني اول مره عزبقوني السكر، شفتوا رجلي عز عندي كي السكر زعما مابغاش يبرى. زبقوا عملوا لي التحاليل، داوني طبيبه السكر وطبيبه السكر طلبت لهم التحاليل، طلبوا التحاليل الطانسيون طلبت لهم السكر. المهم بزاف د الحالات خرج فيا السكر، خرج فيا السكر عندي 5 غرام. وانا ما عرفتش بان عمري في حياتي ما عرفت السكر فيا، ولحد الان ديك الساعات ما كنتش عارفه فيا السكر. جابوا فيا 5 غرام، كانوا عيني ندخل في الكوما وانا ما عرفتش السكر. بقات معايا ديك الجمعيه هيداك مساعده معايا، وكانت باقا معايا لحد الان. ما خدي دابا ما خدي راه انا ما وصلتش لهاد الحاله هادي، خدي رانا صحيحه يعني كانت وقفه معايا الوقفه صحيحه الله يجزيها بخير. واللي بقيت ديك الجمعيه وقفت انا صافي، ما بقاش عندي ما نجيب لا نشري حتى باستيه. وما دابا رجعت نسيت دابا خلاص، دابا غير الامراض اللي ظهروا فيا من رجلي غير الامراض، ما بقيتش كنجبر باش نشري من الدواء. شنو هاد الامراض هادو اللي عندي؟ السكر، عندي الطانسيون، وعندي الاكتئاب، وعندي مور هذاك الدرتي غدا الكدريه ميت خدامه عيب الدواء عندي دابا. مور هيداك عاود ساعات الهرمونات وساعوني عاوتاني دواء الهرمونات عندي عيد. دواء الهرمونات راهو 40 فرق 800 الحبات، واخا يكون بنادم عنده الواد فلوس ما يقدوش يعني الفلوس حتى الدواء ما كانوش يقدوني. عاد كمل رجلي نسيتو ملي ما بقاش عندي باش نشري حتى الدواء رجلي بقيت نسيتو. بقيت كنطفو عيب يدي هيدا بالكول، عيب الكول بالكول هيدا بالكول، حيت انا ما كنتش غليطه هيدا. انا بزاف تنفخت بزاف، ومين مشيت عند كلينيكا نجلس فيها ما عملوا لي حتى حاجه يعني بقيت معاهم 3 ايام داولي من يوم ونص ما عملوا لي حتى حاجه. كيما كنت انا كان عندي الطنسي وطالع، وانا اصلا انا اللي عندي الحرق في نصي كيهودي على رجلي هنايا. وبقيت تما عرفتي 3 ايام ما عرفتش الناس كيفاش عمل هيدا. كان بات غير الحريق، كان بات ليلة الصباح كنقيل. مشيت نهار الاثنين ما قالوا لي حتى شي حاجة، طلبوا لي التحاليل زولوا لي الدم. ديك الساعات كيما دخل ديك الساعة زولوا لي الدم، عملوا لي واحد 7 تحاليل. وجات الطيور تلقى لكوزتني طيور السكر، قال لك واحد الطبيب تسمى جانك تما قال لك حقا ضل عطم. حنا ديك الساعات كنت مندهشرة ديك الساعات ما رديتو شي بال، قال لك الطبيب ضل عطم وصافي هادشي. حتى الدواء اصلا الدواء اللي خرجوا لي ماشي شي دواء اللي تقول هذاك غادي يحيد لك الحريق ولا يهدنك. حتى الدواء مره يعني ما كايناش، كون ما كانش عندي انا كان الدواء ديالي باش حاجه يهد لي الحريق وخدي رانا باقا دابا كنصبح حرق. انا خصني الصحه ديالي هي الكنز الدنيا، ما خصني حتى شي حاجه. انا كنطلب المحسنين يعاونوني باش نتعالج ونوض على رجلي، لان اللي عنده رجلو عنده صحته خصو شي حاجه ربي زعما يجازيه. راه الصحه هي الكنز، انا ما خصني حتى شي حاجه، انا خصني نوض نمشي على رجلين عين وجد لولادي الماكله. دابا ولادي يشتاقوا الماكله ديال الدار. العائلة الصغيرة راه هي كتقول لي العائلة، كنقول لها بنتي ما تقولي عليش، ما كتقولها لي كنقول لها ما تعاودش هذه المرة تقول لي ديك الهضرة، كتجرحني بها من داخل. ملي كتقول لي ماما حنا توحشنا الماكلة ديال الدار، دابا أنا شهرين ما نوضش على رجلي شهرين، وأنا جالسة أنا يبات مضطربة غتشط بيا مطي وتجلس عليها، ما كنوضش برا مرة هادي من نص شعبان ما نوضش. اللي جاني دقه واحده، ماشي زعما مشيتو ولا صافي، طاح لي نصي ورجلي بوحديتو وصل كما كان يطيح لي. دابا طاح لي والحريق. هاد السيده مسكينه فهمتي مريضه هذه المده دار 4 سنين ولا 5 سنين، والبارح هزيناها للطبيب 3 ايام دوزت في الكلينيكا. هاد الثمن فينا هو فهمت، هاد 1,500,000 في 3 ايام زاروها 3 الاطباء ما دوزوش معاها حتى 5 دقائق. في الاخر قالوا لنا نديوها وعطينا 3 الورقات ديال الدواء، 3 الورقات ديال الدواء. وهاد السيده مسكينه هاد 1,500,000 هادي
فهمت يعني تسلفت منا واللي جمعوا المحسنين والعائله ديالها كل واحد وشحال عطى باش قورت هاد مليون ونص وعطاتها لهم وجات في حاله. يعني كيف كانت في هاد البلاصه رجعت لهاد البلاصه هذه كيف كانت باقيه فهمت يعني بحال مشات سارت وجات. دابا لهذا كنطلب من المحسنين الله يرحم والدي اللي كيشوف هاد المنبر هذا اللي كيشوفوا هاد الفيديو يتعاون مع هاد السيده لله في سبيل الله، وان الله لا يضيع اجر من عمل حسن من عمل عمل لوجه لله فهمت. عندها مسكينه بنيتات والراجل لا اله الا الله والسكينه مسكينه كريهها ولا حول ولا قوه الا بالله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.